في 2005 2006 كان المشاركه الاولى لينا، وكنا رايحين هنكسب كاس العالم وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر وصلت للمركز السادس. ايه اللي حصل؟ خدتوا خبره بعدين، حاولنا مره تانية وثالثه ورابعه لغايه لما خدنا بطوله افريقيا. خدنا بطوله افريقيا، رحنا 2006. هذا الجيل الرائع والعظيم الحقيقه بقياده كل اللي موجودين خدوا، مش عايز انسى اسماء يعني، كل اللي موجودين خدنا المركز الثالث، وان شاء الله نحققها المره دي باذن الله. يعني اللي بصينا برضو على ارقام محمد هاني، محمد هاني بصراحه امبارح قدم مباراه واحده من اعظم المباريات اللي عملها محمد هاني، احسن مباراه في تاريخه معناها شافته لغايه النهارده. احسن مباراه في تاريخه، وبيلعب عليه لعيبه ثلاثه غيروا عليه يعني الثلاثه بصراحه مش عارف اقول ايه يعني. الاول قدامهم الاول في الشوط الاول هو كان مغير الجناحين، جنابري كان ناحيته وكومان الناحيه الثانيه، بعد كده جاب كومان ناحيته، غير الفونسو ديفيز ده طياره لوحده. فلو بصينا حتى على ارقامه هنلاقي ان هو عامل 39 تمريره صحيحه من 47، قطع التمريرات امبارح 7 مرات، هو اكتر واحد هو بالتساوي مع ياسر ابراهيم، قطع التمريرات 7 مرات، استخلص الكوره 4 مرات، الالتحامات الهوائيه كسب 2 من 3، الضغط على المنافس ضغط 10 مرات كسب منهم 5 مرات بنسبه نجاح 50% في الضغط على المنافس. محمد هاني بصراحه كان عمل مباراه افضل من نيلسون سيميدو في مباراه برشلونه لما خسروا 8-2. يعني محمد هاني امبارح كان بيلعب عليه لعيبه يعني عاليه جدا، واتمنى ان محمد هاني يستمر على هذا المستوى ويبني عليه لقدام. ده المهم، ان انت تبني عليه في دوري ابطال افريقيا، تبني عليه في الدوري، انت خلاص اكتسبت خبرات وبقيت دلوقتي الظهير الايمن الاساسي لمنتخب مصر والظهير الايسر الاساسي في النادي الاهلي، فانت تبني على الكلام ده لقدام، دي حاجه مهمه جدا. وبصراحه مكسب المباراه امبارح هو محمد هاني، ان فعلا بقى عندنا ظهير ايمن على مستوى عالي. حتى مدرب بايرن ميونخ هو اتكلم عنه وقال ان هو يعني مش هيقول ان هو هيلعب في نادي اوروبي زي ما حضرتك تفضلت، هو بيلعب في النادي الاهلي ويستحق يلعب في انديه اوروبيه يعني. واعتقد اسلام الجزء النفسي لمحمد هاني بقى مهم دلوقتي، يعني محمد هاني ربما في بعض الاوقات كان في بعض الانتقادات او بعض حتى النصائح الزايده على اللزوم، دي نقطه. ماتش امبارح بقى نقطه حلوه ان انت شايف ان الجميع اتفق ان انت نجم حتى المباراه، حتى في ظل هذه الخساره. طبعا لا دي بقى جداً. ما هو لا اسف يعني اللي هيطلع امبارح مثلا ينتقد محمد هاني في اي شيء يبقى ما يتكلمش في كوره، يعني صعب جت على دي، هيبقى صعب جدا يعني. لا جت على دي. طب اقول لك حاجه، طب والله يا استاذ كريم، يا استاذ كريم انا بس عشان على الهوا. طب اسمع دي بالله عليك، اسمع دي بالله عليك. في بعض بينتقد النادي الاهلي في اسلوب اللعب والتكتيك والنادي الاهلي مع مشكله كشكل عام. طيب انا موافق بالظبط. طيب لو جيت سالتك قلت لك مين امبارح رايك في محمد هاني تدي له كام من 10؟ هل ينفع تقول لي اديله 5 من 10؟ مش هينفع. هتلاقي نفس الناس بعد لو قلت كده هقول لك كداب، مش هينفع. يبقى الشكل سيء. يبقى هنا هيتم التركيز ان انت بتحاول تجيب الحاجات السلبيه قوي وتعمل ايه؟ تضخمها. تضخمها ليه؟ عشان تاثر على الحاله النفسيه للفرقه. لا ده هنا ده امر مش رياضي، وامر عيب ان هو يحصل، وكمان امر بيعرفنا العقليه اللي احنا بنتكلم شايف جمهور. خلينا برضو نروح لمحمد الشناوي ولا محمد الشناوي طبعا. طيب. واحد من يعني واحد برضو هنديله كام؟ يلا. لا محمد الشناوي ومحمد هاني بصراحه يستحقوا 9 كمان من 10. محمد الشناوي محمد فتحي. نعم. محمد فتحي طبعا. محمد الشناوي يعني واحد من الحراس اللي هي كل ما تحطها تحت ضغط اهم حاجه فيه رقم واحد الشخصيه والقياده، حارس مرمى ليدر من ورا. الحاجه الثانيه اكتسب خبرات كبيره جدا لما شفناه في مباراه مصر مع ارجوي في كاس العالم، بنشوفه في كاس العالم الماتش اللي فات مقدم اداء محترم جدا، خرج ب5 أو 6 سيفز النهارده في الماتش ده، تصدى لست تسديدات من اصل امبارح، بيتصدى لست تسديدات من اصل 8. في حاجه مهمه قوي في ارقامه كمان، امبارح بايرن ميونخ كان بيلعب ضغط عالي جدا جدا يعني على الدفاع 18. فانت عشان تطلع بالكوره كنا بنعتمد على مين؟ يعني على في بعض الاحيان كنا بنطلع محمد الشناوي. طب نيجي نبص على دقه تمريراته، 19 صح من 25 بنسبه دقه 76%، تطور واضح لمحمد الشناوي في الخروج او في التمريرات، في دقه التمريرات. أيوة. دي حاجه مهمه جدا. قطع التمريره لما خرج وعمل دور الليبرو مره واحده، فقدم مباراه عظيمه جدا جدا هو وطبعا محمد هاني واللي بعد كده هنتكلم عليه. والتدارج بقى في الموضوع ان هو لما اخطا في الطلعه الاولانيه شوف بقى بعد كده. نعم. هو دي القياده، هو ده ما عنديش مشكله ان انت تخطئ، لان احنا في الاساس احنا عارفين ان في المباراه اللي فاتت برضو كان بدا ما كانش حلو قوي بعد كده عيله، دي خبرات. هو ده الخبرات وده اللي بنتكلم عنه. خلينا نروح لحمدي فتحي برضو، وحمدي فتحي واحد من المميزين في هذه المباراه جدا. حمدي فتحي يا كابتن اسلام امبارح لما نشوف اسلوب ضغطه في نص الملعب وبصراحه والروح اللي كان بيلعب بيها، وحتى في الشوط الاول ربما في البدايه كان عندنا
طب اكيد لما تنزل الملعب وتشوف النجوم العالميين دول قدامك بيحصل هزه، ده طبيعي، حاجه طبيعيه بتحصل اي فريق اكيد بيلاعب فريق كبير. وبالتالي حمدي فتحي قدر بمرور الوقت، حتى النهارده جايب له كام حاله، بمرور الوقت ان هو يضغط فكره الضغط على لعيبه بايرن ميونخ في نص الملعب ومنعوهم من تمرير الكره. طبعا اكيد هم عملوا الشكل بتاع الهجمه شفناها كتير في الشوط الاول، كانت متقربه بشكل كبير جدا. كان حمدي فتحي واحد في وجهه نظري كان من نجوم المباراه، برده مع ايمن اشرف، وطبعا ارقام مع حمدي فتحي معانا على الشاشه. برده ايمن اشرف برده هنتكلم عليه كتير بصراحه، لازم نتكلم عليه. ايمن اشرف عمل مباراه ممتازه جدا. وعايز برده اقول يا كابتن اسلام، في المونديال الاخير منتخب بلجيكا كان عامل عاده جديده، كان في الجهاز الفني في مدرب لكل خط، يعني كان في مدرب لخط الدفاع، كان في مدرب لخط الوسط، كان في مدرب لخط الهجوم، كان اعتقد حتى كان معاهم تيوري هنري كان معاهم في خط الهجوم. انا بسال لو جبت النهارده مثلا عملت نفس المفهوم وجبنا مدرب لخط الدفاع وقلنا له تقييمك امبارح لايمن اشرف وبدر بنون طوال المباراه بعيدا طبعا عن الهدف الثاني، تقييم الناس دي كويسه مش كويسه في عمل المباراه حلوه مش مباراه حلوه، حمدي فتحي في نص الملعب تقيمه تقول لنا ايه؟ هو هيقول لك ايه؟ عارف انا الرد هيبقى ايه؟ اتفضل. هيقول لك احنا كل الرد عندنا ان احنا بنلعب على النواحي الدفاعيه فقط. نعم. خلي بالك. نعم. النواحي الدفاعيه فقط، ما عندناش نواحي هجوميه كتير. خلينا نروح لطاهر محمد طاهر. نعم. طبعا. طاهر محمد طاهر امبارح قدم مباراه كويسه جدا، جيده جدا، خاصه على المستوى الدفاعي. ايوه. كان هو طاهر محمد طاهر ميزته ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي، حتى في المباراه اللي فاتت عنده شخصيه، بيروح بيرجع يدافع بشكل كويس جدا. وناقصه حاجه واحده بس محمد طاهر، القرارات قدام، لازم اروح على الجون واسدد، ده اللي ناقصه في الماتشين. يمكن لو بصينا على ارقام طاهر هنلاقي ان هو عمل 18 تمريره صح من 28، محاولات على المرمى واحده بس. اوكي. قطع الكوره كم مره؟ 6 مرات. استخلص الكوره يعني قطع التمريرات 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات، يعني قطع الكوره 12 مره. ده رقم لجناح يعتبر عالي جدا، يعني هو تقريبا نفس ارقام ايمن اشرف في قطع الكوره، قطع التمريره 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات، يعني قدم دور دفاعي ومجهود بدني كبير جدا، رائع جدا، رائع. بس ناقصه القرارات قدام، الشخصيه قدام، ان انا اروح ازاي على الجون واسدد امتى، دي حاجات هيكتسبها مع الخبرات. بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قال احنا لعبنا في هذه البطوله من اهم المكاسب اللي احنا كسبناها، ان احنا عرفنا ان في فرق كبير ما بين الكره في افريقيا والكره في اوروبا، لازم نقلله ولازم نشتغل على نفسنا اكتر الفتره اللي جايه، وهو ده المهم. صحيح. وهو ده زي ما انت قلت بقى كريم، دي الحاجه اللي دايما النادي الاهلي مفيش جلد للذات زياده عن اللزوم، زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما احطش راسي في الرمل. هو ده الاهم خلال هذه الفتره وخلال اليومين اللي جايين.